أحاديث المهدي كما قال المحققون من أهل العلم متواترة تواترا معنويا، ولا عبرة بقول من أنكر وجود المهدي من بعض العلماء المعاصرين، فإن المهدي قد ألف فيه علماء السلف مؤلفات عدة تدل على خروجه. وأما ما جاء من حديث عند ابن ماجه لا مهدي إلا عيسى هو عند ابن ماجه، وهذا الحديث لشيخ الإسلام رحمه الله موقف منه، يقول إن هذا الحديث ضعيف، وكذلك تبعه تلميذه الذهبي، لكن تلميذه ابن كثير يقول كما في النهاية إن هذا الحديث مشهور ثابت لا مهدي إلا عيسى. فهل ينفي هذا الحديث أن يكون هناك مهدي غير عيسى؟ يحمل هذا الحديث على صحته كما هو رأي ابن كثير رحمه الله وكما هو رأي أبي عبد الله القرطبي في التذكرة على أن هذا الحديث يبين أنه لا مهدي تمام الهداية إلا عيسى، ولا ينفي أن يكون هناك مهديون آخرون غير عيسى.